دلوقتي بيوصل الناس جوه المركز بيسألوا على موزة، يعني فعليا مش بيقولوا فين مركز الفن، بيقولوا فين المركز اللي فيه موزة. طبعا اكتر حاجه بتميزها ابتسامتها، يعني هي انا ما شفتش حد كده طول الوقت ما شاء الله ابتسامه وتديكي احساس بالبهجه، يعني هي تقدر بسهوله جدا تنقل لك الانطباع ده. في الفتره الاخيره هي تقريبا هي فعلا بصي ماشي يا روما. موزة طبعا لما جات لها ما كانتش بترسم، هي عندها اضطراب في الاعصاب ما تقدرش تمسك الفرشه بايديها، لكن بصينا على فكره ايه اللي ممكن ان احنا نقدر نساعدها بيه، ففكرنا فكره ان هي ممكن ترسم برجليها، فبدانا حتى بدايه ان ازاي تمسك الفرشه بالصوابع، ازاي تتعامل معاها، حجم الفرشه، بدات تعمل مجموعه لوحات خاصه بالابستراكت شويه والالوان والدمج يعني فعلا هي اتطورت. لو قلنا من سنه 2017 مثلا لحد تقريبا دي السنه السابعه ليها معانا، اتطورت بشكل كتير جدا. موزه من اكتر الناس بتعرض لوحات بالنسبه لنا، يعني موزه بتعرض مثلا في السنه عندنا 4 أو 5 معارض كل سنه، هي من اول ما بدات معانا يمكن رسمت اكتر من 40 او 50 لوحه. هي كل المعارض اللي شاركت فيها هي معارض جماعيه مع زميلاتها وزمايلها، لكن احنا فعليا البلان السنه دي ان احنا يكون ليها معرض فردي، بس احنا سبحان الله يعني كل ما نجهز معرض فردي اللوحه تتباع، فاحنا منتظرين ان شاء الله نجمع مجموعه لوح ونقفل عليها وبعدين نعمل لها ان شاء الله معرض فردي. حاليا موزه شغاله على لوحه، اللوحه من فكرتها هي كلها مستوحاه من دماغها من افكارها، وللمرة الأولى بقول إن دي لوحة أو أول لوحة الموزة بتعبر فيها عن نفسها، يعني هي كأنها بتجسد شخصية موزة جوة اللوحة. فكرة البنت اللي قاعدة على ويل شير اللي عندها بعض الصراعات، فكرة البنت اللي بتحاول فكرة الصعود أو إن هي تقوم أو إن هي بتتحدى أي شيء بيقابلها صعوبات في الحياة، ده كله ظهرته في اللوحة بشكل جميل جدا وبتاتشات مميزة جدا. أنا حابب أقول إن الفن بالنسبة لموزة أنا بعتبره حياة، يعني هي بصت لفكرة الفن أو إن هي تعمل عمل فني إن هو ده اللي حقق لها ذاتها، هو ده اللي خلى ليها قيمة جوه المجتمع. الحياة وأنا طبعاً